لماذا المسؤوليات تصل وتقف عند حد ما؟ هل سومطرة لديها فكرة عن مبلغ الضرر؟ هل فيه ضرر أم لا؟ شحال در الضرر؟ حبسوا القضية درك تخلص. يشوف باللي كاين عندي لي وان كريل سيزي ديريكتومون لو بروكيرور. الحقيقة أنا ما نفهمش كي يقولوا لي الخزينة راها يعني راهي يمثلها واحد ولا. وكيل الخزينة يبقى 4 سنوات غائب عن كل الإجراءات. هل هذا يعني المسيء الجزائري يحب الكرسي؟ إطار عنده 20 سنة يخدم في قطاع يخلي 20 سنة ويروح. مع الأسف الشديد نرى بأن سوماترا كايتي إن سوسيتي بروتيجي. قبل ما نروحوا الأحكام باش ما نبقاوش رايحين جايين في الشرع، شحال درت ضرر؟ وإذا طبقنا إير 14 لا يمكن أن يتابع أحدا في سوماترا لا سيما المدير الرئيسي المدير العام. أدلة ملموسة يعني تورط أو تتهم شكيب خليل؟ كل رسالة تصل إلى سوماترا ويكون فيها الوزير تقع على علم. لماذا هذا الشهد ما يحضرش؟ ينبغي على كل الشهود الحضور. الحضور مع الفاعلين والمختصين نناقش في هذه الحلقة قضية سوناتراك 1.